السلام عليكم، كيف حالكم أصدقائي متابعين قناة فيوتشر كوين؟ أصدقائي، فيديو اليوم عن عملة شيبا إينو وأخبار مهمة قد تؤدي إلى رفع عملة شيبا إينو. طبعا أصدقائي، بالسابق تحدثنا عن عملة شيبا، تحدثت عليها بالأمس قبل الارتفاع، كان سعرها 0.506. بعد الفيديو اللي عملته طبعا توقعت ارتفاع لعملة شيبا إينو، فعلا ارتفعت إلى حدود 0.509، تقريبا ارتفاع يصل الى 40%. قبل ما نبلش بالفيديو اصدقائي، ما تنسوا تعملونا لايك وشير واشتراك اذا عجبك الفيديو لحتى تشجعنا نعمل مزيد من الفيديوهات ونقدم مزيد من المحتوى. طبعا اصدقائي، عملة شيبا من العملات الواعدة والتي ينتظرها مستقبل جميل جدا، وخاصة ان مشروعها انساني يهدف الى حماية كلاب شيبا اينو من الانقراض. طبعا اصدقائي، في حدث رح يصير بكرة باذن الله، ممكن نشهد ارتفاع لعملة شيبا. انا عن نفسي بعد ما سمعت بهالخبر هذا خزنت عملة شيبا على امل ارتفاع حتى لو 50%، ممكن يصير هالارتفاع معقول جدا، خبر قوي جدا. طبعا نعرف اصدقائي انه اي عملة اذا بتنضاف على المنصات بالتوب 5 او توب 10 شروطها صارمة جدا. من قبل شفنا اضافة عملة شيبا اينو على منصة بيناس، هي أصعب المنصات شروطا. بعد عنا منصة كوين باس، سيتم إطلاق عملة شيبا إينو غدا على منصة كوين باس برو. نشوف الخبر مع بعضنا أصدقائي. أصبحت التحويلات الواردة من شيليز وشيبا متاحة الآن في المناطق التي يتم فيها دعم التداول، التي يمكن للمتداولين وضع أوامر ولن يتم تنفيذ أي أوامر. يعني أصدقائي، صارت شيبا اينو متوفر على منصة كوين باس، لكن لم تستطيع التداول فيها اليوم، سيبدأ التداول غدا، سيبدأ التداول فيها او بعد الساعة 9 صباحا بتوقيت المحيط الهادئ. يعني شوف انت توقيت المحيط الهادئ كم، يعني بتوقيت مدينتك او كم بتوقيت دولتك، الساعة 9 صباحا يوم الخميس 17/6. يعني بكرة رح تنطرح على شيبا اينو على منصة كوين باس. طبعا بيقولوا اذا تم الاستيفاء شروط السيولة، يعني اصدقائي ممكن نشوفها الساعة 9 صباحا وممكن نوصل الى نهاية اليوم. في تغريدة تانية، وهاي التغريدة التانية اصدقائي لمنصة كوين باس برو، بتقول نواجه مشكلات فنية، ستؤخر مؤقتا اطلاق عملة شيبا على كوين باس برو، في هذا الوقت نقوم بتعطيل ودائع شيبا. يعني لن تستطيع شراء عملة شيبا، لكن إذا قمت بشراء عملة شيبا في السابق تستطيع سحب الأموال بشكل طبيعي جدا. نقوم بتعطيل ودائع، عملية السحب لا تزال متاحة. يعني إذا قمت بالإيداع من قبل تستطيع سحب الأموال مرة أخرى. طبعا نعرف أن منصة كوين باس منصة عالمي، حتى المركز الثاني عالميا بعد منصة بايلز، يعني سيولة متوفرة معها في حال أردت السحب تستطيع السحب. لكن أصدقائي، من وجهة نظري، إذا بتشتري شيبا على منصة كوين باس وتتركها فترة من الزمن إلى حين إطلاق شيبا على منصة كوين باس، ممكن تأخذ أرباح أكثر. يعني لا، ما بنصح بالسحب بالودائع. سنوفر جدول زمنيا محدثا لاستعادة ودائع وتمكن التداول في أقرب وقت ممكن. يعني راح يحط مجرد اطلاق شيبا اينو على منصة كوين باس، راح نشوف التغريدة من الشركة بتقول انه تم الاطلاق. هذا بالنسبة لعملة شيبا. حابب فرجيكم خبر بسيط وسريع ممكن يأثر على السوق غدا، ممكن يكون يؤدي الى انهيار السوق. اليوم الاربعاء، اللي هو اليوم الاربعاء، راح يطلع رئيس البنك الفيدرالي الامريكي على التلفاز، راح يناقش موضوع تضخم بأمريكا. صار في تضخم بأمريكا، والحل هذا التضخم لازم يرفعوا الفائدة. طبعا رفع الفائدة بيعود للأسهم للشركات وللأسواق المالية والأوراق. طبعا سوق العملات الرقمية مرتبط بشكل كبير بالأسهم وبالشركات الكبرى، لأن لا يوجد أي قانون إلى حد الآن للعملات الرقمية، ولا يوجد أي سوق منتظم. يعني حاليا سوق العملات الرقمية ينتمي إلى فئة الأسهم، لهيك
راح يفرضوا الضرائب بأمريكا على العملات الرقمية. اليوم ممكن يفرضوا الضرائب على العملات الرقمية بأمريكا، ممكن نشوف انخفاض بسعر السوق، الله أعلم. لسه ما طلع رئيس البنك الفيدرالي على التلفاز، راح يصعد بعد ساعات قليلة إن شاء الله، ونشوف الأخبار، وأي خبر بيصير أنا راح أعمل عليه فيديو أول بأول. إن شاء الله الخبر ما يأثر على السوق مثل ما متوقع أنا، إن شاء الله يكون تحليلي غلط يا رب، والله لا يضر أي شخص، إن شاء الله ربنا يطرح البركة بأموالنا. هيك بكون وصلنا لنهاية الفيديو أصدقائي، لا تنسوا تعملوا لايك وشير واشتراك ليوصلكم كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة.